لأنه بيون حاطت عليهم منع سفر. نادين الجيم تدفع ضريبة الحب. Her inside beauty, the inner beauty. She's smart, she's beautiful. ويمكن غلط لأنه جات حبيت. لأنه بيون حاطت عليهم منع سفر. بس ليه منع سفر؟ لأنه في بحياتي حدا ويمكن غلط لأنه جات حبيت. وبالتصريح ده بتكون نادين الجيم صرحت بعد تكتم كبير عن جزء من معاناتها بعد الطلاق، والجمهور تعاطف معاها بشكل كبير لأنه شاف نادين الأم اللي بتعاني زي أي أم بتنفصل عن زوجها وبيحصل بينهم مشاكل، بعيدا عن النجمة اللي دايما بيشوفوها بتضحك وبتهزر وبتبهر الناس بإطلالتها. وإذا رجعنا لورا ونفتكر علاقة نادين بطليقها هادي أسمر، هنتساءل إيه اللي قلب الحب العداوة وقضايا؟ هادي عطل بكم معي لما نكون عندي انترفيوز، خاصة هيك انترفيوز بنتون عصب يعني ما هو بيكون الظهر هيك بحس حدا مفحول، بحس حدا معي سبورت. فنادين وهادي أسمر اتجوزوا في يونيو 2012، ونقدر نقول إنه كان حب من أول نظرة، فهو طلب إيديها للجواز بعد أيام من تعرفهم بالرغم من فرق العمر اللي بينهم. جوزي لما شافني على التلفزيون بمسلسل عم ينعرض كان على محطة، وقتها هيك حس بشيء قال هيك عقوله وعمل هيك اتصالاته وشاف مين في فرنس كومن ليقدر هيك يتعرف علي. وفي أول فترة جوازهم أنجبت هيفن وابنها جيوفاني، وصح انهم نجحوا في ابعاد حياتهم الخاصه عن الاعلام، الا ان الشكوك رافقت الفتره الاخيره من جوازهم، خصوصا مع اغنيه مسلسلها الرمضاني 5.5 يا بتفكر يا بتحس، لما حصل كلام ان كلمات الاغنيه بتمثل المرحله اللي بتمر فيها. وظهورها لوحدها في المناسبات كان بمثابة مؤشر كبير على طلاقها، خصوصا ان هادي كان بيرافقها خطوة بخطوة وبيشاركها كل نجاحاتها. بعد الحب ده اللي بينهم اكدت خبر الطلاق اللي كان بيتم تداوله من خلال التغريدة دي سنة 2019، فكتبت قراره كانش سهل علينا والفراق صعب لو مهما كانت الاسباب، بس العشرة والاحترام والمعزة بيفضلوا، والاهم الثمرة الحلوة ولادنا. ولحد النهاردة جمهورها بعد ما عرف السبب اللي ادى للانفصال، فدايما نادين بتتهرب من الاجابة. ما حدا رح يقدر يعرف بحياته الحقيقة إلا ما يقعدوا مع الاثنين سوا. بس أخبارها الخاصة ما انتهتش مع طلاقها، فالمشاكل زادت بينهم، خصوصا من بعد ما بقت المحاكم بينهم للعلن. وبعد فترة وبالرغم من المشاكل، الكل لاحظ إن نادين بتكون قوية وسعيدة من جديد، والشكوك أكيد اتجهت إن في حد بيدعمها وبتعيش قصة حب جديدة. بس المرة دي وبالرغم من مشاكلها مع طليقها، نادين مطولتش قوي عشان تأكد الخبر، فنشرت في 2022 الصورة دي على الانستجرام وكتبت بما معناه لا داعي للكلام فقط انتظروا. إلا إن معظم التعليقات كانت حوالين إمكانية إن صاحب الإيد اللي في الصورة يكون قصي خولي ومعتصم النهار بسبب بطولتهم سوا. وردت نادين وتقول الناس اللي بتذكر أسماء عاوز أقول لهم القصة أبعد من كده بكتير، وأكيد مش معتصم ولا قصي اللي هم أخواتي يا جماعة. ولأن الشخص ده بقى مجهول لفترة وطريقة معرفة هويته زعجت نادين، خصوصا لما تم نشر اللقطات دي في سهرة ليهم سوا من غير ما يبين وشه، قررت إنها تكشف عن هوية سعيد الحظ لما عادت نشر الفيديو من خلال تعليق ليه. فنادين الجيم وناريك ناربيكيان بيعيشوا قصة حب كبيرة حاليا، ودايما بتعبر عن ده من خلال منشوراتها. بتعملي فيه بنهار؟ كتير كتير بنبسط كتير كتير، لأنه رديت فعله صراحة بتموتني، كتير مهضوم وصدماته عطول أوفر مصدوم. ومن حوالي سنة فجأها في عيد ميلادها وقدم لها محبس، وبكده بيكون ناريك ونادين مخطوبين. الحلو المفاجأة اللي خطيبك عامل لك إياها. شفتي He is. حرام صار لي فترة عم بحضرها وأنا بالتصوير وعم خلص مأخر. And that day ما بعرف كيف عن جد قدرت تكون بهيدا اللوك بهيدا الجلو. فده أقل شيء ممكن يعمله مقارنة بالحب اللي بيحبه لها. أكثر شيء بتحبه بني. Everything. Have to be specific. Everything. Her inside beauty, the inner beauty. Yeah. She's smart. She's beautiful. When is the big day? Other half. Very soon. Very soon. فمن المقرر انهم يحتفلوا بحبهم بمراسم زفاف في الصيف اللي جاي، وهو مش بس داعم ليها فكمان بيشاركها حبها لاولادها وبيكون جنبهم في مناسباتهم المهمه زي الاعياد وحفلات اعياد ميلادهم.